خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه، ما تتخيرش عنها، يكون راحوا فين يعني؟ واحنا ايش عرفنا يا اختي؟ هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ابو سوكه دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، ما اعرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كدهوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عسل عسل. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا اقعد يا ابن المفتوح، منك ليه من هنا؟ مش معقول يا كوريا. انتي انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيتي لمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. انا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوك، هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا يلا. بالراحه يا سوك. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق؟ لا ده يلا يا سوك. لا مؤاخذه حاج نايم، انت مفيش حاجه. يلا يلا. يلا سوكا. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حر. حره دي هناك عندكم في الكامباود، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. فاهمه يعني ايه؟ ومشفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الاسود ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، ضربه لي استريشت وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زيي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي؟ ما بس بقى انت وهي بس وحياه سعد. ان مسكته لو ما نصل عليكوا شبشب. استني انت يا خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغة هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لا حد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشقله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي أنتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي تاني. تعالي هنا، فلوسك إيه يا أمو فلوس أنتي؟ زهقتيني بفلوسك يا أختي، اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي، مش فاكرين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي هيشيل ويحط عليك يا بعيد، ده أنتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، أنتي مين اللي زقك عليا يا بت ها؟ أنا عايزة أفهم، ما هو أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا. هو انا كنت ناقص عم فهم يا رب؟ هو في ايه؟ ده انا اللي فهم كفيني وناقص اوزع منه على الخلق كمان، دي حاجه تقرف يا شيخ، البنجر قال وفالكر. يلا يا اختي يلا جاتكوا نيله تاخدكوا. كم؟ انا مش عارف انت ساكت لنادر ده ازاي، ده بيتحكم فينا، ده عامل واسع العيله.
بس ايه ده بس ما تبقاش عصبي كده، لا يطق لك عرق، خد زيق من المياه الغازيه دي هتروق اعصابك وتهدي القول. خد زيق. مش عايز ازيق انا. زيق ايه؟ ايه يا ابني العصبيه دي؟ ما هايدي دي بنتي انا مش بنتك انت. هو انا قلت انها مش بنتك؟ بذمتك انا قلت كده؟ ما هي العصبيه بتاعتك دي مخلياني احسس انها انت بتخاف عليها اكتر مني. بس مش معنى ان النادر ده مطمن يبقى كلنا نطمن. انت عارف ان انا مبسوط اني مش عارف مكانها؟ ايه مبسوط؟ انت عايز تفرسني؟ طبعا مبسوط، لان لو كنت عارف مكانها وحضرتك لازق لي اللزقه المنيله دي كنت انت كمان هتعرف مكانها وتودينا كلنا في داهيه. يا عمي بس انت يا عمي بتقول لي مبسوط. ازيك يا علي؟ اتفضلي. ايه ده انت لسه بتساعد الست دي؟ الست دي هي وبنتها السبب في كل اللي بيجرالنا دلوقتي يا عمي. وبعدين يا طارق الزم حدودك، ده انتصار في بيتي من قبل ما تتولد هايدي. مش عشان يعني بنتها غلطت غلطه وما احنا نلبسها ذنب بنتها، انت كمان متربي على ايديها. تزعليش منه يا ده انتصار. معلش انت بتكلمني انا كده عشان خاطر الست دي؟ انا اتكلمني كده يا عم عشان دي؟ دي اهانه انا اليوم كده اسمح بيها بعد اذنك يا عمي. تحت امرك اتفضلي. لا بس اصلا انا ليا طلب عندك يعني قبل ما اقول لك الموضوع. قوي قوي اتفضلي. انا عارفه يعني ان نجوان حطت الايد اللي اتمدد لها واللي طول عمرها بتطبطب عليها، بس برضه حضرتك ما تنساش ان انت اللي مسمي نجوان وطول عمرك بتعتبرها زي بنتك. واحد مننا يعني ما بنته غلطت ما بيقدرش ينسى عليها، مش كده؟ عشان كده يعني أنا جاية لك عشان أطلب منك إنك لما تقبضوا على سي مروان بيه ما تأذوش نجوان. إلهي يسترك، أبوس إيدك. أنا بنتي غلبانة، أنا بنتي عيلة هو اللي ضحك عليها وغواها صدقني. يا نقبض عليه إزاي يا ستي إذا كان البوليس نفسه مش عارف يوصل له؟ الورقة دي هي اللي هتوصلكوا ليه؟